بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه شباب أول محاضرة بعد الحرب. ألف الحمد لله على سلامة الجميع. الله يرحم طبعا جميع الشهداء ويشفي جميع جرحانا إن شاء الله، ويعوض جميع المنكوبين واللي تضرروا في الحرب، والحمد لله على سلامة الجميع بشكل عام. طبعا شباب، في الخبر المفرح إنه إن شاء الله في حيكون لقاء زوم حيتناقش فيه قصة النهائي، وفي النهائي مش حيدخل عندنا شابتر 8 اللي هو شابتر الاكسيرجي، تمام؟ فهذا بالنسبة لي أنا مفرح صراحة، بالنسبة لكم مش عارف. كذلك عندنا شباب إن شاء الله في لقاء زوم مع الدكتور حنتناقش على شغلة الامتحانات. بحاول أنا أكون إن شاء الله في لقاء الزوم معاكم. خلال لقاء هذا الزوم بدي أعرض على الدكتور فكرة إنه يحسب لكم أعلى امتحانين بحيث يكونوا من 50، إذا قدرنا نخليهم من 40 تمام، ويخلي النهائي من 60، بس بدنا نحاول إنه يكونوا إن شاء الله مبدئيا من يحسب أعلى كويزين ويكونوا إن شاء الله من 50، وحاول أكون معاكم طبعا في لقاء الزوم إن شاء الله تعالى. طيب، وطبعا بعد ما تقدموا إن شاء الله الكويز الثالث، طبعا الكويز الثالث حيكون إن شاء الله بسيط، أكيد بسيط حيكون، اللي هو على شابتر 11. كان في الأول كان صعب، بس لكن الدكتور خفف عنكم، قال إنه حيجيبه سهل بما إنه طالعين من حرب وهي القصص. طيب، طبعا عندنا شباب حنشرح في شابتر 13 وشابتر 14 عن الغاز المحيط فينا أو الهواء بشكل عام المحيط فينا وإيش مكوناته. طبعا شابتر 13 حنتكلم عن إيش مكوناته، كيف بنحسب ماس فلوري الماس فراكشن والمول فراكشن والامور هذه. في شابتر 14 حندخل بخصائص الهواء المحيط فينا، من خلال هذه الخصائص حنتعرف على مثلا كيف انه ايش انسب ايش الانسب للانسان انه يعيش في يكون الهواء المحيط، كيف ايش انسب شيء يكون له الهواء المحيط. حنتكلم عن عده خصائص طبعا في الهواء المحيط فينا. طيب، بلقيت يعني بشكل عام يعني اديناكم نبدا مختصر عن كل شيء وعن الامتحانات. طبعا بدي انوه في الامتحان النهائي شباب بيجي سؤال، هو بشكل عام بيجي على كل الشباب، يعني داخل عندكم شابتر شو اسمه شابتر 9 و10 و11 و12 و13 و14. هلقيت شابتر 13 سهل يعني بشكل عام، اسئلته كلها مباشره اصلا. شابتر 14 و11 بيكونوا مدموجين مع بعض، لانه الناتج اللي بيطلع لي من شابتر 11 تمام، هو نفسه يا شباب، او هو نفسه اللي حشتغل عليه عشان اعدل عليه. اللي هلقيت حنعرف حاجه اسمها ريلاتيف هيوميديتي والهيوميديتي سبيسيفيك هيوميديتي والحاجات هذه تمام. بعد يعني حنعدل عليه عشان ايش نعمل له هيوميديفيكيشن او هيتنج او كولينج، ونشوف ايش بده، هل تبريد تكييف اضافه رطوبه ازاله رطوبه وهكذا. هل لقيت ان شاء الله ندخل على الشبات اللي بدنا اياها. شابتر 13 هي 13 تمام. في شابتر 13 زي ما قلنا لكم شباب حتتعرفوا فيه، طبعا لازم تحضروا محاضره الدكتور، حتتعرف فيه على الميكشر جاز تمام، انه الغاز عباره عن خليط من دراي اير. بشكل عام ب 14 حتاخذوا اوليته انه الغاز عباره عن خليط من دراي اير اللي هي الغازات الثابته، مثلا كنا نقول زمان انه 21 اكسجين ابصرش سي او 2 كذا، الان 2 كذا في المحتويات هذه، هذا بنسميها دراي اير مكوناتها ثابته، والووتر فيبر وهذا مختلف، وهذا اللي بنبني عليه قصه التبريد والتكييف. يعني شابتر 11 مدموج بشابتر 14 والشابترين هذول مع بعض هو البيزكس او الارضيه او الفاونديشنز الاساسات اللي حنبني عليها في التبريد والتكييف اللي هو في الاتش فاك. هذه ان شاء الله هذه ماده الاتش فاك، هي كتابه طبعا حتاخذوه ان شاء الله مع الدكتور يعني في سنه رابعه، سنه فصل اول او ثاني فصل ثاني فصل ثاني تمام. طيب، بشكل عام شباب في الجاز ميكتشرز هذا يعني في عدة قوانين حتتعرف عليها. أول شيء المولر أناليسز، عدة أناليسز عشان تقيسه قديش في سواء مول فراكشن أو ماس فراكشن. في حاجة بنسميها مولر أناليسز وفي جريف متريك أناليسز.
طبعا مولر اناليسيس هذا اخذتوه في الكيمياء، انه مثلا عندنا مثلا معادله موزونه، بتكون هذه المعادله الموزونه عباره مثلا بنقول 3 مول اتش 2 او زائد 2 مول ابصر ايش، بيديني 5 مول من ابصر ايش. طبعا هذه بنسميها لما بدنا نحسب لها بالمولر، لما بدنا نحسب لها مولر اناليسيس، بنقول انه 3 مول من اتش 2 او على مجموع الكل العمولات 5 مول، وبنشوف قديش الماس فراكشن او ايش ما بده، او المول فراكشن اللي بده اياه. طبعا شباب عندي قانون الماس فراكشن، هي ما هو موضح عندكم هذا، وعندي قانون المول فراكشن اللي هو هذا. طبعا الفرق انه هذا بيتكلم عن الماسز، بينما هذا بيتكلم عن المولات بشكل عام. طيب في المولكيولار ويت، تمام، في المولكيولار ويت هذا بيتكلم عن ايش شباب؟ المولار ماس تبعنا، المولار ماس واللي اللهم صل محمد، عندنا المولار ماس للكل بشكل عام، وعندنا عدد المولات تبعته. يعني زي ما نقول، ثواني كومنت، اتش 2 ايش ال، او مثلا 2 اتش 2، المولر ويت الخاص فيها، احنا عارفين انه هذا العدد الكتل اللي له واحد، واظن الذرة، هو ما اذكر، اظن الذرة والكتلة مع بعض، في عدد كتلة وعدد ذرة. طبعا هل جيت ايش هذا العدد الكتلة مثلا، ايش كنا نقول هنا مثلا، نخلق من دون هذه، يعني العدد الكتل الكلي او المولر اللهم صل محمد المولكيول ويت، هذه الاتش واحد، طب اكم اتش تو، يعني 2 في 1، فهذه قصة المولر ويت والامور هذا، والها طبعا القوانين هذه. طبعا شباب يعني الاسئلة تيجي عليه بسيطة، فبالتالي يعني بعينكم بس شوفوا الامثلة الخاصة بالاكزامبلز اللي عندكم وبس، فقط هاي المطلوب منكم، والقوانين الموجودة هنا. أنا بنصحكم بس تشوفوا القوانين اللي هنا وخلاص، تمام. بعدين رحنا لقصة الـ Ideal Gas والأمور هاد. طبعا في قانونين مهمين كتير، اللي هو دالتون لو، اللي هو بيتكلم عن بكون عندنا نفس الفوليوم، نفس الفوليوم، الفوليوم ثابت، وبكون نفس التمبريتشر، بينما بيختلف البراشر. طبعا في هذا ايش بنقول عنه في القصة هذه، بي على بي ام على بي اي بيديني ايش، ان اي على ان ام برضو وبيديني الواي اي، تمام، اللي هو هذا. وفي عند القانون الثاني شباب بتكلم لي عن ايش، بتكلم لي عن ام اماجيتس لو، اللي هو بيكون عند البريشر ثابت والتمبرتشر ثابت لكن الحجم مختلف. يعني مثلا بكون عندك عبوتين زي هيك، حجم واحدة مثلا ضعفين الثانية، هذا 2F مثلا، وها 2V عفوا، وهذه V واحدة. فبالتالي عندنا هلقيت ايش بكون شباب، انه البرشر والتمبريتشر قال لي از سيم، بينما ايش عندي حيختلف، الفوليوم اكيد، فبتكون الفوليوم اي على الفوليوم ام وهكذا. طبعا هذا في حالة انه كل هذا، في حالة هذه كلها ملخص القصة بتاعتنا، في حالة انه ايش، في حالة الـ Ideal Gas هذا قلنا لك. طبعا بننوه الى حالة الـ Ideal Gas والامور هذه. طبعا في قصة مجموعة الغازات الجزئية اللي هي هذه، بشكل عام فيش غيرها، يعني اهم هذا قانون مهم، وهذا 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 وهذا، خلص بس هاي القوانين حتشتغل عليها في كل الشابتر هذا. طيب بشكل عام يعني على السريع، لو اجتنا في عندي امتحان انا قديم ماشي. طبعا شباب ايش مثلا ممكن اقول لك في امتحانات او ما شابه، مثلا ممكن اجيب لك زي هيك سؤال حلو، يقول لك از ايديال جاز وحل لي اياه على شو اسمه، شوف لي الفول استيميت ذا فوليوم اوف تانك او ما شابه، يعني او بريشر اوف ذا تانك، هنا مثلا البريشر متغير والفوليوم مبين زي بعض،
فلما يتداخلوا الغاز مع بعض بقول لك مثلا determine the volume of each tank and the final mixture pressure. طبعا لما يتداخلوا الغازات كلهم مع بعض بالتالي بتغير طبعا البريشر وبتغير الفوليوم. طبعا لما نفرض ايديال جاز بيكون عندنا حاجة تانية، بس اصبر نتأكد ريجيد تانك هنا مش فرض الايديال جاز، بس مش مشكلة هنستخدم القوانين العامة. كذا لا مش حيجيكم زي هيك طبعا، انه هواء خارج داخل عليه بيجي زي هيك، لكن بشكل عام كمان ممكن يجيكم سؤال مثلا انه بقول لي مثلا انه هذا الخليط من الغازات مثلا بتكون من 20% O2 30% N2 50% CO2، احسب لي الديترمين ذا فوليومتريك اناليسيس مثلا اوف ميكشر. لما نقول له ايش مثلا حتقول له تستخدم الان للO2، قلنا ان الO2 20% بيرسنت. طيب انا عارف انه ايش 20 موجود في الجو، طب اكم الماس فلوريد تبعته بتاعت الاو 16 اللي هو اللي عفوا العدد الكتلة تبعها 16، وهذه O2 2 في 16 32، فبتجيبها. ايش في عندك كمان؟ قلنا الانتو كم نسبتها موجوده 30% للانتو. طبعا احنا بنديك العدد الكتلي ما تقلقوش يعني في الامتحان مش مطلوب، لانه هذا كيمياء وما كيمياء ما تقلقوش يعني من الناحيه هذه. 30 على الان 14 في 2 28 تمام. طبعا يعني عندكم النت واسع يعني، وغير هيك انه الكتروني فسهل انكم تجيبوها لو العدد كتر غلبكم او ما شابه. فبشكل عام يعني بيجي الاسئله هي. طبعا لما ايش عندنا الجيت كمان بنحسب بعد ما نحسب عدد المولات مثلا، صبر بس اتذكر لكم السؤال لاني مر علي بحال عندنا بطلع gas mixture constants contents gas mixture هيو هذا كل أسئلة هذا الشابتر يعني بسيطة عن مسؤوليته يعني. سؤال رقم 11 من شابتر 13 طبعا تمام. ايش بقول في السؤال هذا يا شباب؟ بقول لك gas mixture has the following compensation on the mole basis 60% percent N2 40% percent CO2 determine the gravimetric analysis. طبعا قال لي انه حدد لي gravimetric analysis the mixtures its molar mass and the gas constant. لا مش ادوارد، اللهم صل على سيدنا محمد. اين ذهب؟ عشان بصراحة حاله يعني موجود معي الامتحان كانت شابتر 13 14 موجود معايا، فبدي اشوف السؤال نفسه يعني. 20% ارو تمام، هاي هو لقيت، هاي لقيناها اخيرا الحمد لله رب العالمين. سامحونا طبعا يعني بهذا الشابتر مش مهتم فيه لانه يعني بسيط جدا، والأمثلة طبعا يا شباب تكفيكم يعني لو حد حضر بس الأمثلة بسيط مش يعني مش هتفرق كتير. طيب هلقيت ايش بقول لي عندنا؟ بقول لي 20% بيرسن من الـ O2 وعندي 30% N2 وعندنا يا شباب كم قال لي 50% اللي هي بتتم ايش؟ CO2. طيب هل قد ايش بقول لتتمين ذا فوليومتريك اناليسيز اوف ذا ميكتشر؟ هاي طيب ايش في هذه الحالة لازم نسوي؟ من الاخر بده لما في هذه الحالة بده الويت مولكيولر تمام. طيب كيف بدنا نجيبها؟ اول شيء يعني زي ما بيقولوا اللهم صل محمد ماي اسامبشنز، بنفرض انه عندنا we have 100 كيلو جرام.
عادي ممكن تفرضها 200 300 ايش ما بدك، بس اللهم في عشان هذه 20%، فبدل ما اقول هذا خلص بتصير يعني بتصير بالنسبة لإلها 20 من 100 كيلو جرام هذول، يعني 20 كيلو جرام من ال 100 كيلو جرام اللي هم هذول. هذا انا كأسامشن فرضته. طيب هلقيت ايش عندي يا شباب هنا؟ حنجيب ايش؟ الان للاوتو، الان للاوتو وين قانون الان؟ قانون الان الان بقول لك الماس للاوتو على المولكيولر ويت للاوتو. طيب هل لقيت الماس للاوتو 20 قلنا كيلو جرام على المولكيولر ويت له ايش بتساوي؟ اللي هو الاو 16. طيب انا او 2 بدي على 32 بيطلع لي الرقم، كذلك للان 2. طبعا بنجيب لكم المولكيولر ويت للاو نفسها وللان ولغيرها، 30 قلنا عشان 30% على الان 14 في 2 28، والان ل سي او 2 طبعا هذا 2 في 32 اللي هو الاو 2 زائد سي الكربون قديش؟ الكربون 12، فبطلع معايا 44. ايه عفوا ايه 44 تحت، وقديش النسبة؟ 50 كيلو جرام. طيب ايه طبعا بعد ما تجيبوا هذا كله بتجيبوا الانتوت بتساوي 2.832 كيلو مول. طيب هل لقيت ايش بدنا نجيب؟ الواي لكل منها. طيب كيف بنجيب مثلا الواي للاو 2؟ عن طريق ايش؟ بنشوف اكم طلع الان الخاصة فيها للاو 2 على الان توتال، كذلك للان 2 وكذلك للسي او 2. تمام؟ طيب المولكيولر ماس توتال كيف لقيت حنجيبها؟ هنجيب هذه كالتالي، انه نضرب الواي اي في ايش؟ في الام اي لكل منها. طيب طبعا هنا جبنا جبنا شو اسمه الان ام توتال، جبنا الواي او 2 والواي ان 2 وغيرها. بعد ما نحسب للاو 2 او 2 وهكذا زائد واي سي او 2 ام سي او 2 وهكذا بيطلع معاكم 35.3 تقريبا. طبعا الوحدة له كيلو جرام على كيلو. هاي بشكل عام يعني هيك هيك بشكل عام بيجي الأسرع عليه بشكل عام، يعني هذا ممكن يكون أصعب سؤال ممكن يجي عليه بشكل عام. هذا السؤال 17 يعني شوفوه. طيب هذا بالنسبة لشابتر 13، يعني نوقف التسجيل نسجل محاضرة ثانية عشان ما يكترش الوقت عليكم. نشوفكم إن شاء الله في